السيد بخيل دخلها على مرتو الخبز بالبصلة. نهار الزاوج الثالث تقلقت قلت له جيب بزاف، قال له البصلة ليها، قال لها فيها شحال من فايدة، قتلها بالبصلة ولفها سايط روام غير الخبز والبصلة. مرتو ولفت واحد النهار دخل حط الخبز فوق البوتاجي في الكوزينة وراح تكسل في الصالون. راحت هي للصاشي دارتها وصابت الخبز ما كاش البصلة. راحت لي قلت له يا راجلي العزيز راك ناسي حاجة اليوم، قال لها اشتهي، قلت له ها البصلة وين راهي، قال لها شتي كيفاه ولفتي السقايط. واحد الانسان طاكسيير خدم 32 سنه غير طاكسيير، شغل حتى ولا عقليه تاع طاكسيير، راقد كي يرقد في الليل يبدا يهترف، تلقى غير زبلايص ورا زبلايص زبلايص ورا شغل يهترف. واحد النهار بيت مع مرته في دار يماها، خرجت يماها في الليل راحت التواليت، هي سمعت بلاصه بلاصه ورا هي بلاصه سمعت يهترف، جابت بنتها قلت لها روحي راجلك واش بيه، خزرت بنتها كيما هكا حتى صابت راجلها يقول لي بلاصه بلاصه ورا بلاصه بلاصه ورا، خزرت فيها قلت لها يا صاي ما راهي باغي تلوغي بلاصه دوك غير شرجي اسكت. هذا راجل ومرته بوخاله في زوج، اني نقول لك الالف راك يعوجوها بسنيه، بغاو يحوسوا على خدامه للدار، طقوا لها درا جات وحده، طبطبت دخلت ليهم، قلت لهم انا بغيت جيت نخدم عندكم خدامه منا في الدار، خزروا في بعضهم بعض، بعد قالوا لها شحال تخلصي شحال من داري تخلصي؟ قلت لهم في الحق انا الدار اللي كنت خدامه فيها من قبل ما كنتش نخلص الدراهم، كنت نفطر الصباح ونتغدى ونتعشى، خزروا في بعضهم بعض، قالوا لها هذه مليحه بصح احنا ساعدينا وصومي الاثنين والخميس. واحد السيد قابض كوانا ويسطل يعمر في راسه لو يقارو يتكيف، طحوا ليه لابوليس قرونديلي بالقارو تاع الزطلة، داوه حتى لو في سيد داخل قلو اسمع اسمع على بالك باللي في الدين الدخان ومحرم تسمى الزطلة كيفاه، المسطول ذاك قلو شت كيفاه حضرت من مدام الدخان محرم تسمى الزطلة ذو القاعدة. واحد الراجل مرتو بكرش بدات غير توحم ومنها بلات وجيب لي كذا ومشومر ما عندوش، خرج برا للحومه بدا يتسلف كش قال لي بغى يعطيه له واحد برك، قال له ودي اللي بغيت ربي يعاونني وخصوني دراهم، الاخر شي قال انا غير تعميلي، قال له تعرفني اللي نطق عليها نعطيها لك، جبد له من تحت ورقه تاع زطله قال له هاك طرفها قطعها وباع ودي دراهم، ما عنديش دراهم، الاخر ديرها قداها ودي، قال له حرام، قال له واش من حرامك شلي يعطي لك ضروه، اداها وراح. دخل للدار شافته مرتو قلت له شتي هذه، قال لها الشيكولا خليها عندي صاحبي، قلت له اني ناكل شوي راني نتوحى مع الشيكولا، يا ودي قال لها ما صابقا كيفاه يديلها، كي حكمتها جات راح تعض قال لها حبسي، قال لها هذه ما تتكلش، قال لها يتكيفوها، قلت له معليش دي اللي قارو الشيكولا نتكيف راني نتوحى، اداها للباكو قعدوا لوا قارو قعد يسطل معاها، قال لك تهردت تهردت، عمروا ريسانهم بالزطله، سمعوا الطبطيب خزر فيها قال له شكون؟ هي مسطوله، قلت له وقيلا راجلي، هو ثاني مسطول، قال لها يا حفيظ وين وين تخزن وين؟ واحد السيد خلطها في العشار وبلها شغل عدش البن الرايب، شاف منام خبطوه بخمس سنين حبس، ناظم على السبعة تاع الصباح قاع مخلوع، خرج برا يدور يحوس على واحد صاحبه، تلاقى به، صاحبه هذاك شغل عقلية تاع قاع ما يقلقهاش، مريح معاه قال له واش بيك مخلوع مني؟ قال له دشت واحد المنام خلطت الماكلة منا شتهم عطاوني خمس سنين تاع حبس يا حافي، صاحبه قال له غير سهلة، من بعد قيل كسر شراعي.